بون، السلام عليكم خالتي، صحة عيدكم، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. الشعب الجزائري قايتيك صفة عامة، اللهم تقبل لنا منا ومنكم. جيت اليوم يا خالتي نحكي لكم على لابير هذيك، والله العظيم تاع 100 مليون هذيك، والله ما تسعى منها يا خالتي. قعدنا نقصروا، بدنا قصرة على، انا كنت بكرشي مع السيد اللي كان عاطيلو في طوموبيل 100 مليون، رونو 19 هذيك، هذا ما كان. ومن بعد جاو جورناليست، كي جاو جورناليست قابط معنا مع السيد بالهضرة. قلت له انا يا 100 مليون تاعك صرفت في رمضان قصره، ماشي زعما قلت لك انا صرفت 100 مليون يعني تفاصيل، هكذا قلت له، ماشي حقيقه انا كنت 100 مليون. اندق قال لي شحال تصور في النهار؟ انا صايم رمضان تعرفوا خاطي رمضان الناس واحد صايم قدامنا، قلت انا صور 8 10 في النهار. هذا ما كان خاوتي قصره برك ماشي قدامنا. وبعدها ولات الحاله، ولات انك تصل التواصل الاجتماعي ولات تعيط قدامنا، واحد يخسر واحد يدور، والله يا خاوتي غير والو قصره برك. دوك خاوتي بيناتنا دوك انا نقصرو، دوك نتايا تشوفني مع السيد رمضان صايم ناظر على طوموبيل قديمه تاع زمان متقابضين، ومن بعد يدخل واحد يقول لك انت شحال تصور، تسمى هنا يلعب لك على المراد. هذا ما كان، انا قلت نصور 8 10 بالنهار قصره برك، ما كاين والو خاوتي والله غير الزوايل لي، ما كاين والو على حدي نبيعو شي صاحب سياره قديمه هذه وما كاين والو. واش نقول لكم خاوتي، وانا في السوق والله غير معروف، يعرفوني الناس كاع في السوق، يعرفوني بلي انسان قصيري وانسان خاوتي ما ماشي انسان تاع هاد الحاله هذه اللي نتمنى لنا تاع 100 مليون هذه وكذا، اللي نتلاقاه يقولوا لك على بالي بلي كنت قصر، والله غير اللي نتلاقاه في السوق يعرفوني الناس، يعرفوني يقول لي هذا سيدي يخدم صح، سيدي يخدم كراس دم، انا شي كراس دم خاوتي دم. وكاين الناس يا خاوتي ربي يهديهم، والله غير ربي يهديهم يا خاوتي، راهم يهضروا ويقولوا هكذا ويهضروا، والله غير يسبوا ويشتموا قدام، والله غير نقول لهم ربي يهديكم في هذا العيد العواشي هذا. خاوتي ندخل الفيسبوك والله غير وليت نضحك هنا، واحد قال كاتب ديتها المول 406، واحد كاتب كذا، وكاسوس ما قال والو، واش قال؟ قال كاسوس يقعد كاسوس، وصح هذه كاسوس عندها. واش نقول لكم؟ نقول لكم انايا نقول مول كاسوس نحيلو، نقول له صحة عيدك وعيدك مبارك وكل عام وانت بخير، وصبحونا خافي، والله ما ظنيتها بلي تضحك هكذا هنا، انا هضرت هضرة هكذا برك الأسرة، ومن بعد ولات هضرة ولات. واش غنقول لكم يا خاوتي؟ ربي يهديهم ان شاء الله هاد الناس هادو، ونقول لهم صحة عيدكم أمة الجزائر كاع من حدود الحدود، وكل عام وانتم بخير، والعقوبة العام الجاي ان شاء الله، وصبحونا خاوتي. لكن ما غلطنا معكم، صبحونا والسلام خاوتي.